اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي الصائمين ورحمة منه وبركاته. سؤال اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، اللهم بارك لنا ولكم فيه بحق محمد وآله. هل يصح قراءة القرآن في شهر رمضان لمن يعلم في نفسه أنه يخطئ أو يخطئ في القراءة؟ لمن يعلم في نفسه بينه وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يقرأ القرآن قراءة صحيحة، والكثير من المكلفين قد لا يحسن القراءة الصحيحة بتفاصيلها التي يفصلونها علماء التجويد وعلماء اللغة، بالتالي لا يجيد القراءة بشكل صحيح، فهل يجوز له أن يقرأ القرآن أو لا يجوز له أن يقرأ القرآن في نهار شهر رمضان؟ أكيداً يجوز أن يقرأ القرآن حتى لو كان يعلم في نفسه أنه توجد عنده أخطاء، لا أي أخطاء نحوية، أخطاء لغوية، يعني أحكام تجويد، أحكام تلاوة، فتجوز قراءة القرآن بالنسبة إليه في نهار شهر رمضان، ولا يعتبر من الكذب المتعمد، لأن هنالك كذب متعمد يؤثر في الصيام، هذا لا يؤثر. كل ما بالأمر نشترط عليه الذي يقرأ القرآن، كبير صغير، الذي يقرأ القرآن نشترط عليه أن يقرأ القرآن بنية التعلم لا بنية القرآن المنزل. هنالك فرق ما بين نية القرآن المنزل، واحد يقول أنا أقرأ القرآن وهذا هو القرآن المنزل من الله وهو يعلم أن عنده أخطاء، هذا لا يصح. وتارة يقول أنا أقرأ القرآن حتى أتعلم بنية التعلم، وهذه النية لا تؤثر حتى لو كان عنده أخطاء، بل ورد في بعض الروايات الشريفة المباركة أن الذي يتعاهد القرآن بمشقة، يعني يقرأ ويخطأ ويصحح وهكذا، فيتعلم القرآن بشيء من الصعوبة رغم وجود أخطاء، هذا له كفلان من الأجر، له ضعف من الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فلا نبتعد عن القرآن بسبب وجود بعض الأخطاء اللغوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقرننا بالقرآن ويجعل القرآن ربيعا لقلوبنا وشفاء لما في صدورنا، ببركة محمد وآل محمد.